يقولون ساحر هندي. الظاهر يصير للهندي اللي بالكويتية بو 7000، واللي زعلان على كلبه وسايق سيارته. زين ما عينوا لك مرتك، هم زعلان بعد. الا تحط الا تجيبون كلبي وتصرفوا له بدل كلب. شل هندي اللي شل هندي اللي عندنا يا جماعه حطوه. يلا راضين؟ يلا شو نسوي بعد؟ يمكن بيصير رئيس مجلس اداره الكويتيه مثلا. حطوا رئيس مجلس، حطوا وزير. اذا الهندي باكر زعل وبيصير وزير، شلون بالله؟ يا وقال انا بمكان الاستاذ عيسى الكندري. يعني الاستاذ عيسى بترضى؟ بس القانون يمنع. وانا خايف باكر الهندي يزعل علينا يقول بصير رئيس مجلس الامه. ابو علي شو يسوي فيك؟ نتفك ابو علي. نيبه عندنا بالشاهد. ها؟ هذا ساحر هندي. ويقول لك صار له 10 سنين مخالف إقامة، وآخر شيء صادوه. أنا والله ماني مصدق. صح مداشي قلنا الهندي بالكويت هذا. آخر شيء صادوه. 10 سنين. أعطوني التوري. السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر، 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 ولا يفلح الساحر. الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر. الظاهر يصير. عموما سوق اللمع، أنا ذاك اليوم حطينا جهاز